ما شاء الله تبارك الرحمن. الآن في طريقنا إلى مسجد قباء، هذا هو مسجد قباء تطبيقا لسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، حيث كان يمشي كل سبت راكبا أو ماشيا إلى مسجد قباء فيصلي فيه ركعتين. فما شاء الله شوفوا الأعداد الكبيرة، طبعا هذول كلهم مشوا إلى مسجد قباء وصلوا وكسبوا أجر العمرة، ثم ها هم آيبين باتجاه المسجد النبوي الشريف. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ازدحام كبير عند مسجد قباء. ما شاء الله السلام ورحمة الله. ما شاء الله هنا توزيع مويه سبيل، جزاهم الله خير. السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بكل خير، حياكم الله. بداية صلوا على خير البشر محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. أحييكم من مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم. محتوانا كالمعتاد جمال المدينة المنورة، ومقطعنا ومحتوى هذا المقطع حيكون ما بين المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء. قبل ذلك أتمنى، وهذا عتب على بعض المشاهدين للقناة، أنهم ما مشتركين في القناة. نسبة المشاهدات للمقاطع من غير المشتركين مرتفعة جدا، تصل إلى حدود 80%. فهذول 80% أتمنى أنكم تشتركوا في القناة، عشان نحن جالسين نتعب من أجلكم. تابعوا المقطع إن شاء الله تستمتعوا. من المسجد النبوي الشريف متوجهون بأمر الله عز وجل إلى مسجد قباء. اليوم هو يوم السبت الرابع من شهر الله المحرم لعام 1445 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان من سنته عليه الصلاة والسلام أنه يذهب إلى مسجد قباء كل سبت راكبا أو ماشيا فيصلي فيه ركعتين. فبإذن الله تعالى سنطبق هذه السنة، ونحن بإذن الله تعالى راكبين، ونصور لكم بعض اللقطات الجميلة بإذن الله تعالى. كونوا معنا. طبعا نقطة الانطلاق هتكون من مواقف المسجد النبوي الشريف. نحن موقفين في 10 ألف، وذكرت لكم أنه 10 باء أو 10 رقم 10 في الأصل هو للمشتركين، إلا 10 ألف اللي هو هذا الموقف حيكون في دفع نقدي. فنحن الآن حنتوجه إلى ماكينة الدفع ونجي ندفع المطلوب منه، نحطه كده بهذا الشكل هيطلع لنا المبلغ. يا ريالين يعني خلاص يصير. نحن ايش نسوي؟ نحط المبلغ المطلوب. خلاص كده بكون انتهينا. طبعا الباقي نخليه نحتسب فيه الاجر، ممكن يجي احد يستفيد منه. طيب حنطلع الان الى موقع السيارة. طبعا بعد ما تدفع معاك ربع ساعة عشان تطلع. طبعا خلي بالك هذه ورقة ما ترميها قبل لا تخرج. الآن كيف هنحطها بهذا الشكل؟ خلاص كذا حيفتح لك الباب وحتطلع من المواقف الشمالية. طيب الآن نحن في الدور الأول، كيف حتوصل الى مسجد قباء؟ الان حنضطر انه ايش نسوي، حننزل الى المواقف السفلية عشان نروح بجهة طريق، او يعني نفق اسمه نفق المناخ اللي هو طريق سلطانة. خليني اوريكم. الان لو رحت من المواقف الشمالية كذا ما حتستفيد شيء، لازم تنزل لتحت. هذه كخطوة اولى. الآن هذه الجهة هي أقصى الجهات الشمالية الشرقية، يعني فوقنا الآن فندق دار التقوى، فندق المدينة أوبروي، فندق جولدن توليب، هذه الجهات.
فنحن الآن هنا مكتوب عندنا لوحة مكتوب عليها إلى نفق المناخة. طبعا نحن ما حنخرج من نفق المناخة لكن حنتجه إلى الغرب، تمام؟ يعني حناخذ يسار قبل ما نطلع إلى نفق المناخ، في مدخل إلى اليسار، فهذا المدخل اللي هو إلى اليسار حيودينا إلى مخرج طريق عروة، وحيودينا أيضا إلى مخرج طريق قباء. خلوكم معنا عشان تعرفوا كيف توصلوا إلى طريق قباء. طبعا أكثر استخدامات للمداخل والمخارج هو هذا اللي هو نفق المناخة، وعندنا طريق عروة وكذلك عندنا طريق قباء، فلذلك الآن حيبين معكم إن شاء الله. نحن الآن طبعا في الدور اللي هو بي، الدور الثاني، فمخرج قباء حيكون في الدور ألف، تمام؟ أما مخرج عروة في نفس هذا الدور اللي هو الدور بي، فهذه كلها أيضا لابد، يعني مثلا ممكن ترسموها برسم معين أو تكتبوها كتابة عشان تحفظوها. الآن هذا نفق المناخ هيطلعنا على طريق أبو بكر الصديق رضي الله عنه اللي هو طريق سلطانة، تمام؟ الآن ما حناخذ يسار لأنه هذا اليسار حيودينا نفس الأمر إلى المواقف، إلى المواقف الشمالية أقصد، ولا حنكمل لقدام زي ما قلنا لأنه هذا حيودينا إلى طريق أبو بكر الصديق كما هو مبين في هذه اللوحة. فنحن إيش حنسوي؟ حناخذ يسار. الآن نحن فوق منا تماما عندنا مواقف، أو عفوا مثلا فندق، يعني عشان بس تكونوا عارفين وين موقعنا. فوقنا الآن في عندنا سقيفة بني ساعدة، فندق أنوار المدينة موفنبيك. نحن الآن كذا ماشيين في الغرب، تمام؟ المسجد النبوي الشريف وين موقعه؟ هو على اليسار الآن، يعني فوقنا على اليسار، فنحن جالسين نمشي يعني في الجهات الغربية. طوالي إلى الأمام حنوصل إلى طريق عروة، تمام؟ الآن باب السلام فوقنا تقريبا، مو باب السلام اللي هو الداخلي، اللي هو جهة المخرج الخارجي، يعني عفوا باب السلام الخارجي. الآن لو رحتوا إلى نهاية هذا الطريق إيش حيطلع معكم؟ حيطلع معكم كذا طريق قباء أو مخرج قباء، حيبين معكم في لوحة يعني، وهذا من باب التسهيل عليك. لكن أنت إذا حبيت تطول إلى الأمام حتخرج من طريق اللي هو طريق عروة أو طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كله يمشي. الآن مخرج طريق الملك عبد العزيز طبعا أغلق، فما عاد عندك يعني هذا الموقف، ما حتستفيد منه. شايفين مخرج قباء، هتلاحظوا أنه في لفة كذا وحتاخذ يمين مرة ثانية حتطلع إلى الدور ألف. زي ما قلنا لكم مخرج قباء هو في الدور ألف، فحتطلع كذا بهذا الشكل وخلاص كذا. نحن تقريبا شبه وصلنا إلى شارع قربان اللي هو مخرج قباء، هذا هو مخرج قباء، تمام؟ خلاص كذا احنا وصلنا إلى مخرج قباء. الآن مسجد الغمامة على يميننا، لاحظوا مسجد الغمامة الآن حيوضح على اليمين، وهذا هو طريق قربان. شايفين كذا هذا مسجد الغمامة، أظن الآن المكان صار معروف. هذا فندق إلاف التقوى، هناك فندق المحراب طيبة، كل هذه الفنادق يعني صارت شبه معروفة عند أهل المدينة وزوار المدينة، صارت علامات، علامات يتوصل بها. خلاص هذا هو مسجد بلال، لقدام على طول إلى مسجد قباء. طبعا لاحظوا أنه نحن حنوقف بمكان شوي بعيد، لأنه على حسب ما يعني أعرف عندنا يوم السبت يوم فيه ازدحام كبير في الطريق إلى مسجد قباء، فلذلك نحن ما شاء الله شوفوا حمام المدينة، فلذلك نحن حنوقف بعيد ونكمل على رجولنا بإذن الله تعالى. خلوكم معنا. طبعا من الأماكن اللي يعني ممكن يستحسن أنه يعرفها الزائر، مثلا عندنا سوق الطباخة، اللي يبحث عن مطاعم، اللي يبحث عن يعني
مأكولات مشروبات بشكل عام، عندك سوق الطباخة وعندك هذا الطريق كله مطاعم، تمام؟ فهنا مطاعم المشويات والسمك اللي على يدنا اليمين، في عندنا هنا مطعم للإخوان المصريين معروف واحد خطاب، في هنا عندنا حلواني طيبة، محلات حلويات زي ما ذكرنا لكم. إيش تبغى يعني من مأكولات ومشروبات كلها موجودة في هذه الجهة، تمام؟ طيب أنا ودي أني أدخل على حي البحر، نحن الآن حندخل إلى حي البحر، يمكن يكون أسهل لنا من طريق قربان باعتبار أنه الباصات يعني كلها ماشية بهذا الطريق، فنحن حنسلك الطريق اللي هو ما في زحام شديد، كل الناس تروحوا يعني عشان موضوع يعني مشي، يعني أقصد مشي، اللي يروح على مسجد قباء مشي غالبا يسلك هذا الطريق، ولعل يعني مثل ما ذكر لنا أساتذتنا أنه طريق درب السنة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يسلكه كان يمر من هذا المكان. فزي ما شايفين، شوف الإخوان الباكستانيين أو الأفغانيين هذول ترى كلهم اللي رايح إلى مسجد قباء واللي راجع من مسجد قباء، هذول اللي كلهم اللي جالسين يمشوا ما شاء الله، هذول ترى كلهم جايين من مسجد قباء، وغالب الظن أنه هذول ما شاء الله يعني من الزوار والحجاج ما شاء الله. الله يتقبل منا ومنهم صالح منا ومنهم صالح الأعمال ومنكم كذلك. هذا هو حي البحر، هذا مستشفى صفا المدينة، أيضا من المعالم المعروفة، من المطاعم أيضا المعروفة، ويعني أنا أفضلها في المدينة اللي هو هذا المطعم، مطعم الفطائر التركي، مطعم جميل لكن ما يوجد فيه قسم نساء للأسف. في بعض المطاعم التركية يعني فيها قسم للنساء، طبعا هو اسمه الفطائر التركي لكن فيه مشويات. طيب خلونا نوقف شوي التصوير ونرجع لكم. طبعا هنا أنا سكنت فترة 2.5 سنين، كانت من أجمل السنوات. المنطقة زي ما شايفين يعني ما شاء الله مخدومة من جميع الأمور، ما شاء الله. خلوكم معنا. طبعا بالنسبة لجادة قباء، الآن احنا نمشي بمحاذاتها، هي على يدنا اليمين، لكن احنا قلنا نغير الطريقة اللي دائما احنا نسلكها. عادة احنا نمشي من جادة قباء، لكن اليوم في كسل شوي كده، فقلنا نروح بالسيارة، ومنها قلنا يعني نوريكم كيف انكم توصلوا الى مسجد قباء يعني طريقة سهلة وبسيطة بدون ما يعني تضيعوا وقت زائد. الان احنا خلاص على مشارف نوصل الى مسجد قباء. ترى المسافة من مسجد قباء، من المسجد النبوي الى مسجد قباء كلها 3 كيلومتر، ممكن تقطعوها، يعني احنا الان لنا تقريبا اقل من 10 دقائق، تمام. خلاص شوفوا، هذا هو مسجد قباء الان، وحتلاحظوا الان مسجد الجمعة، هذا هو مسجد الجمعة اللي هنا، يعني عندنا مسجد الجمعة او مسجد قباء جنب بعض، يبعدوا عن بعض تقريبا 700 متر. الان حنضطر نحن ايش نسوي، نروح على طول، تمام، نعدي الإشارة. بعد الإشارة هذه في عندنا يوتير، حناخذ اليوتير وبعدها يعني نكمل طريقنا، إما مشي أو نحاول نقرب شوي من مسجد قباء، تمام. الحمد لله اليوم ربنا فاتح علينا في موضوع الوصول إلى مسجد قباء، وقفنا في هذه المواقف، شوفوا فاضي ما في أحد، عند مسجد الجمعة خلف سوق القمة، هذا هو سوق القمة، فنحن وقفنا خلفه بعد اليوتير. لما تاخذ يوتير من هذه الجهة حتاخذ كذا يسار، حتجي الى منطقة المواقف. هنا مزارع جميلة ما شاء الله، هذه مزرعة الجزع والمزرعة الرفاعية، آل الرفاعي من آل البيت ما شاء الله. كذا نحن حنطلع، هذا هو مسجد الجمعة، اول جمعة صلىها النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل الى المدينة، واقعة في ديار بني سالم بن عوف، أبناء عمومة بني عمر بن عوف، سكان مسجد قباء، غير أن هذه القبيلة من الخزرج وأهل قباء من الأوس. شوفوا هذول الناس كلهم ترى جايين من المسجد النبوي الشريف مشي، والآن راجعين مشي، ما شاء الله ما شاء الله، همة عالية ما شاء الله.
طيب نحن الكسلانين بس الله يرحم ضعفنا. هذه كذا الآن نحن منطقة الجادة، جادة قباء، واجهة قباء، سميها ما تشاء. شوفوا الآن ما شاء الله ماشيين، اللي يظهر ذول الإخوة الأفغانيين ما شاء الله، شوفوا اللي يظهر كأنه الله أعلم أنه هذه شغالة، هذه اسمها إيش، هذه سيارات الجولف. أنا كنت أظن أنه الفترة الصباحية ما تشتغل، لكن شغالين من مسجد الغمامة، موجودين إلى مسجد قباء، يأخذوا ب15 ريال، وفي باص كده أبو دورين يأخذ ب10 ريال. ما شاء الله. وهنا صيف قباء، هنا جالسين يقدموا وجبات بعض الإخوة جزاهم الله خير، خبز، في الظاهر زي العدس أو القلابة، في هناك عصير ما شاء الله، جزاهم الله خير، جزاهم الله خير. خلاص احنا تقريبا وصلنا الى مسجد قباء، ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه المنطقة الان سموها بصيف قباء، الله يعيننا على حر المدينة يا رب، ويقينا وإياكم حر جهنم يا رب. ما شاء الله جلسات، وفي أكشاك كثيرة منتشرة في هذا المكان تخدم زوار وقاصدي مسجد قباء، من مطاعم، مأكولات، مشروبات، جلسات، يعني حتى لو ما حبيت انك تشتري اي شيء ممكن انك تجلس في اي مكان، كلها مفتوحة للزوار ما شاء الله. طبعا الان الفترات يمكن الساعة 8 وما بعدها، يعني الاجواء شوي حارة تكون. شو هذه البسة ما شاء الله الجميلة، جالسة تلعب بالتمر ما شاء الله. تعالوا نبخركم كده شوي، احنا دائما اذا جينا على هذا المكان يعني نتبخر نحن والمتابعين. يلا ها، بسم الله ما شاء الله. هذه من عند السامر للعود، يستاهل كده اعلان عطاير اعلان مجاني. يلا تبخروا كمان من هذه، نفس الريحة تقريبا. وها هو مسجد قباء ما شاء الله، حتى احمد العطور حاطط كده هنا بس ما فيها شيء، فاضيه، شكلها مخلصه وهو ما يدري انه مخلصه. طيب ما شاء الله ما شاء الله، يا سلام يا سلام، جميل الطيور. ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك، اعداد كبيره ما شاء الله مع هذا الصباح. الله يتقبل منا ومنهم ومنكم صالح الاعمال، والله يرزقكم زياره هذه الرحاب الطيبه المباركه، يرزقكم ان شاء الله زياره الحرمين الشريفين باذن الله تعالى ومسجد قباء. هذه الساحات الشرقيه لمسجد قباء، هذه منطقة الدخول إلى مصليات الرجال ما شاء الله. هناك ما شاء الله في عيادات متنقلة مجانية للزوار قاصدي مسجد قباء، في توزيع مياه أيضا هناك ما شاء الله، يعني ما شاء الله الخير موجود أينما التفت. هناك منطقة مصليات النساء ما شاء الله، هنطلع نوريكم الجديد في مسجد قباء والجديد في هذه الساحات، وجود هذه المشارب، مشارب المياه موجودة، يعني حتى وإن كان موجود في مشارب مياه وترى باردة هذه المياه، أيضا في الداخل، داخل مسجد قباء أيضا في أيضا مثلها تماما
مشارب جديدة حتى إنشائها ما شاء الله جدا جميل ما شاء الله. مياه باردة ما شاء الله، اللهم بارك، الله يجزاهم خير. باني بيلو حجية، باني بيلو حجية، باني بيلو. ايش يقول باني بيلو؟ ترجموا لنا. يلا نطلع نصور لكم من داخل مسجد قباء ما شاء الله. سلام يا سلام. ما شاء الله ما شاء الله، شوف الازدحام الكبير ما شاء الله. شايفين ما شاء الله ازدحام كبير وإقبال كبير على مسجد قباء ما شاء الله ما شاء الله. يعني كذا ما شاء الله. طيب نكمل. ما شاء الله ما شاء الله. نسينا نصور لكم منطقة المشربيات اللي في الخلف، ترى الماء اللي هناك كله ماء زمزم ما شاء الله، ومبرد أيضا ما شاء الله. يا سلام. هنا بعض الناس ما شاء الله جالسين ياخذوا صور تذكارية. طبعا هذه المناطق الخلفية مزدحمة، فما بالك يعني في المناطق اللي هي في الأمام. طبعا هنا في مناطق يعني الواحد يصلي فيها، لكن مع ذلك يعني أيضا في ازدحام ما شاء الله. السلام. نصلي كده ركعتين وبعدها نصور لكم بعض اللقطات خارج المسجد بإذن الله تعالى. ما شاء الله، هذه الجهات الغربية من مسجد قباء ما شاء الله. هنا مزرعة المستظل ما شاء الله. هذه إطلالات بس نصورها لكم من جميع جوانب مسجد قباء ما شاء الله. الجهات الشرقية مزدحمة يمكن أكثر. طبعا من الأشياء الجديدة اللي ما يمكن ما صورناها لكم، غير وجود الزمزميات هذه أو المشربيات الموجودة في آخر المسجد، كذلك عندنا في الساحات الشرقية، عندنا في الأمام في حلقات خاصة للزوار لتعليمهم قراءة سورة الفاتحة وصغار السور. هذه الحلقات منتشرة في الأمام، الله يجزاهم خير القائمين على مسجد قباء ما شاء الله. الحمد لله، كان هذا تقريرنا عن رحلتنا ما بين المسجد النبوي الشريف ومسجد قباء. إن شاء الله أن يكون التقرير نال على إعجابكم واستحسانكم. تابعونا دائماً.